يا هلا علي من قناة متسابق المقاهي مجددا على الريس. انا وصديقي ابو ياسر طالعين رايد. صباح جميل من صباحات رمضان، ايام مليئة بالعبادة، بالروتين المتجدد، بالمختلف الالتزامات. الوقت الوحيد المستقطع اللي انا اعتبره صراحة وقتي الخاص، وقت المفضل على الرايد، اللي هو هذا وقت الفجرية لحد طلوع الشمس. ان شاء الله ننبسط سوالف كذا سريعة لطيفة عن الرايد هذا. صديقي ما شاء الله، الله يطول بعمره، من الفئة العمرية من 40 إلى 50، من عشاق الدبابات، له ماضي معاها قطعها فترة طويلة. الأيام هذه ما شاء الله رجع الحب القديم. هو سافر قبل كذا وكان يستخدم الدبابات كوسيلة نقل، لكن ما امتلك دباب هنا أو ساق، فحب يرجع هذه الهواية. مشاف الأجواء حلوة وزي كذا، صرنا نطلع، طلع أمس واليوم برضو، ممكن بكرة ولا بعده نطلع كذا رايدات. هذه الفترة الأجواء جميلة صراحة، الأجواء تساعد مرة، ما في زحمة، ما في ناس، جو جميل، ما فيه شمس ولا فيه رطوبة. حتى اللي يبغى يتعلم هذا أفضل وقت للتعليم، تطلع يعني على رواق، تطلع لوحدك تتمشى، تشم هواء، تشوف البحر، أشجار، يعني سوالف عامة في هذا الفلوق، ما في شيء أتكلم عنه صراحة. يمكن هذا دبابي يكمل معي هذا الأسبوع وبعدين راح يروح لصاحبه بالسلام، والله يبارك له يعطيه خير ويكفي شره، وأنا أرجع للكافي ريسر. الدبابات كهواية ما تقتصر على فئة عمرية، يحبها الكبير صراحة قبل الصغير. أنا آسف صراحة وأعتذر، أعرف أنكم لاحظتوا، لأني والله القفز أنا كنت حاطها داخل الخوذة القفازات، ما أدري فين راحت. كنت مستعجل على الطلعة قبل ما تطلع الشمس، ما أدري طاحت يعني تحت مقعد السيارة وما أدري فينها. ما المفروض أني أطلع كذا وما أنصح بهذا الشيء، بس زي ما قلت الشوارع فاضية، بس طلعت عشان أصور فلوق سريع كذا أنا وصاحبي وبعدين أرجع. لكن أنا آسف آخر مرة. الدبابات كهواية ما أتكلم عنها كوسيلة نقل، وسيلة نقل الكل يستخدمها، لكن حتى كهواية ما تقتصر على فئة معينة. ممكن هي دبابات فئة الريس مثلا لها ناس يحبونها، فئة الكلاسيك لها ناس، فئة التيورينج، بس بشكل عام ما لها فئة عمرية. يعني الصغير والكبير يعشق هذه الدبابات، مهما طال فيك الزمان مصيرك ترجع لحبك وتستخدم. أهم حاجة تكون في حدود السلامة عشان نستمتع ونكون آمنين ومبسوطين بعيد عن المشاكل. الله شوفوا كيف البحر، والله ما أقدر أوصف صراحة النسيم العليل هذا. لا مو نسيم عليل، يعني برودة الهواء مش النسيم. أنا ماشي أكيد في نسيم. الريس حبي القديم ما قدرت استغني عنه، صح انه الدباب هذا جاهز ما عاد في شيء صيمته، لكن ماني قادر. ما شاء الله تبارك الله في حب، في ادرينالين سبيشال ما يطلع الا في الريسات، مو تشجيع للسرعة وكذا، لكن الجلسة، الشكل الهجومي هذا، الصوت ما شاء الله، التورك الحاضر. التورك الحاضر، الشغلات هذه كلها اكيد الدبابات كلها فيها متعه. الكلاسيك برضو له متعته الخاصه للناس الرايقه اللي تتمشى تبغى تروق تشم هواء، كل دباب له
يعني كل دباب له نكهة خاصة في المتعة وفي الترفيه والتماشي. ما شاء الله. دائما كل شخص هاوي للدراجات يكون عنده وقت مستقطع له لنفسه، يعني يا نقول يكافئ نفسه يا نقول كهروب من مشاغل وأوجاع الدنيا وروتين الحياة. فدائما يكون في وقت زي الويكند، زي مثلا هذا الوقت في رمضان، الوقت الصباحي كذا، الساعة هذه بس اللي بعد الفجر، صراحة فيها تجديد. أنا أشوف يعني زيها حالها حال السفر، حالها حال الهوايات الثانية اللي تخليك تعزل نفسك أو تبعد بعيد عن العالم، تحس إنك فعلا في عالم ثاني، تجدد روحك، تنبسط، تخليك ترجع. يعني إذا أنت مثلا إنسان عندك شغل، عندك بزنس، عندك عمل، تخليك تجدد نشاطك، ألا خليك تجدد نشاطك، تجدد مخك، تنشطه في التفكير. إيه والله له فوائد كثير، مو مجرد رايد وخلاص، لا والله والله له فوائد كثير. أنا أشوف إنه كوظائف حيوية دباب له دور فيها. ما أعرف أشرح الموضوع هذا، يمكن اللي عنده دباب يفهم كلامي، اللي جرب هذا الشيء، أو حتى اللي عنده هواية ثانية زي التصوير، زي الرسم، زي الهوايات كلها، أي هواية يعني تحس إنك تبعد عن هموم الدنيا وتجدد نفسك وتروق وتطلع بعد الهواية هاي، بعد ما تمارس مثلا الشغلة هذه تطلع وانت متجدد، تحس انك خلاص فيك روح انك ترجع مرة ثانية تأدي عملك، تأدي الشغل، تبدع فيه. هذا الشيء هذا هو له دور فيه صراحة. يا رب اني اكون وصلت وجهة نظري، ما عرفت صراحة، بس ان شاء الله انكم فهمتوني. يعني مهما كنت صغير أو كبير، إذا كنت هاوي وعاشق للدراجات النارية فأنا أقول أنه ملاذك للهروب من هموم الدنيا إذا استخدمتها بطريقة صحيحة وانبسطت وروقت فيها، واستخدمتها برضو لها وقتها. يعني ما تكون بغض النظر عن وسيلة نقل، أتكلم عنها كهواية، كشغف، لازم يكون لها وقت مثلا مخصص، مثلا من يومك أو من الأسبوع كويكند ساعة أو حتى يوم من الويكند تطلع فيه لوحدك وتتمشى. احنا الآن في الكورنيش الجنوبي مدينة جيزان، أول مرة أشوفه فاضي هذه الفترة، مع أني أذكر السنة الماضية كان مزحوم، فهذه الساعة مرة مزحوم لين تطلع الشمس، ما شاء الله عوائل. الجو هذه السنة أفضل من السنة الماضية، بس ما أدري ليش الناس ما تطلع، هل لأننا بداية الشهر؟ الله أعلم. أما أنا حبيت صراحة أطلع يوميا، أذكر السنة الماضية ما كنت أطلع يوميا، الجو كان نص نص، مو مرة بارد، ما كنت أطلع يوميا. انبسط يا حبيبي. شوفوا الآن شبك معاه الأدرينالين، ما عاد يدري عني، والله قاعد أشله مو داري عني، خلاص شوية يدوس شوية يهدي. دوس يا عم، دوس دوس، ابسط ابسط. احلى شيء هنا في الدوار، طبعا الطريقه الصحيحه تاخذ الدوار بهذا الشكل، تكبر اللفه بعدين تضيقها من هنا، ترجع تكبرها وتروح. والله بإذن الله يعني عندي فكرة اقترحها صديقي عبد الله صاحب الجي 6R 600 اللي كان معي أمس، كان معي قصدي في الفلوق الماضي، اني اعمل فلوق كتعليم قيادة، مع اني شفت فيه فلوقات كثير يعني في قنوات ثانية، لكن برضو قد يكون يعني بعض احنا بشر يعني اكيد ننسى معلومة زي كذا، انا اعرف شيء غيري ما يعرف هذا الشيء، انا اذكر معلومة غيري ما ذكرها. فاقترح علي اني اعمل فلوق التعليم القيادة، فما ادري ايش رايكم. مثلا رؤوس اقلام نعطي كيف الجير، التعشيق، كيف تسوق، الكاونتر ستيرينج اللي هو الكاونتر ستيرينج،
انك تلف يسار ويروح الدباب يمين والعكس والفليشر، الاشياء هذه كلها بشكل عام اذا شفت عليها تعليق ممكن افكر الفلوق الجاي ولا اللي بعده، بس احتاج احد يعني يساعدني في التصوير وان شاء الله راح اعمل الفلوق هذا. بما اني عند المخرج هنا واحد من الناس، واحد من الاصدقاء الله يقومه بالسلامة صار عليه حادث هنا عند الرصيف هذا، والسبب حسب توقعي انا والله اعلم انه دائما في الدراجات النارية عينك تكون على المخرج، سواء كانت في المناورة بين السيارات او عند المنعطفات او مداخل ومخارج الطرق، دائما عينك تكون على المخرج فين بتروح، لا تكون عينك على الجسم اللي هو الحاجز مثلا الرصيف او السيارة او ايا كان، دائما عينك تكون على المخارج. انه سبحان الله ما اعرف افسرها، بس انه المكان اللي فهمته انا أو والله من تجربتي مو بس من سمعته يعني من الناس، سبحان الله ما ادري ليش المكان اللي عيني تكون عليه اروح له على طول والله العظيم. يعني انا مرة كنت عند منعطف في الدباب وكنت ماشي بسرعة فعيني كانت على السيارة، مع اني انا المفروض اني اخذ المنعطف واروح يسار، بس عيني كانت على السيارة، والله اني رحت للسيارة، رحت يعني حاولت ما اعرف حصل شيء غلط، انا اعرف اسوق ومتمرس وكل شيء لكن ما ادري حصل شيء غلط والله قاعد يجذبني السيارة ما ادري ليش. انا كنت دائما اسمع يعني من اليوتيوبرز انه حتى في المخارج عند المنعطفات زي كذا دائما عينك تكون على المخرج، جربت انا في المناورة بين السيارات دائما تكون عينك على المخرج، فين بتروح بسرعة بتخش بين هاي السيارة بتلف من عند هاي السيارة زي كذا. فالسر في هذا الموضوع انه عينك دائما بسرعة تخليها على المخارج، الله اعلم، اعتقد والله اعلم انه هذا هو السبب اللي واجه صديقي وقدر الله عليه بحادث. الحمد لله انه سليم وما تعور، مجرد خدوش سطحية، لكن اعتقد انه عينه كانت على الرصيف ما انتبه، مع انه في منعطف هو يعني يعرف هو من اهل المنطقة لكن عينه كانت على الرصيف فما قدر يتصرف، تفاجأ كده بسرعة وكبس فرامل ولف، فالحمد لله صار اللي صار سلم، والله يحمي الجميع من شر الحوادث. صراحة اسحب كلامي بخصوص الزحمة ما شاء الله، شوف العالم كيف في البحر، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله تبارك والله، فجأة شوف ما شاء الله تبارك الله، ايوه 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 انبسط، بس انا تفتح الكلتش بالغلط يا الله يرحم والدي فعشان نرجع لموضوعنا، بغض النظر عن العمر لا تخلي عمرك حاجز قدام ممارسة هوايتك واهتمامك مهما كان العمر، سواء نتكلم عن موضوعنا اليوم دراجات النارية او اي اهتمام ثاني، طالما انه شيء انت تهواه وعندك شغف له لا تخلي عمرك حاجز. انا بالنسبة لي شخصيا هذه قاعدتي في الحياة، لا اهتم لكلام الناس ولا يعني احط قدامي اي حواجز، وبالاخص العمر والمجتمع بحكم انها دائما هذه الاسباب هي السائدة عند اغلب الناس. اسلم طفى عليك، أعزائي المشاهدين أحب أعلن أمامكم أني تعبت من الدباب هذا وتراجع في كلامي أني أحبه أكثر من دبابي، كسر ظهري انكسرت عظامي اقسم بالله، خلاص أبغى أرجع الدباب، إيش هذا يا الله تعبت. ها أعطيني دبابي والله تعبت 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 والله، يا رب يخلص الرايد بسرعة وصلنا لنهاية الفلوق
فلوق اليوم كان عبارة عن دردشة عن الهوايات، عن شغف الدراجات النارية. أختتم فلوقي هذا واختصره بعبارة: العمر مجرد رقم، لا تخلي العمر حاجز ولا الأسباب الثانية طالما عندك الشغف والحب لهذا الشيء. وطبعا طفيت الدباب بالغلط. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. ان اخطات فمن نفسي ونصبت فمن الله. السلام عليكم.